السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاتنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي خصصته لكم لكيف يتعامل الدرس بالقطان كل من القطان. فهذا القطان له عطفة فهو المسمى بجلابة وقطان. إذن لعمله الفينسيو أي خيطه باليد، فلدينا العقيق في الواجهة أي العقيق في الصدر ثم في الظهر أي خلف القطان. فهذا العقيق الذي لدينا في القطان بمختلف الأشكال كما ترون معي، العقيق الطويل والعقيق السرع رقم 6، كذلك إلى الموزون كما تلاحظون معي أيها الأحبة في الله. عمل التنبات في الخلف ثم واجهة الصدر كذلك في الكتاف. ها أنتم كما تشاهدون معي هذه الجنابة على أحسن وجه. إذن أول عمل أقوم به وضع الدرس في النصف طوق، لذلك إلى القول. بعد إكمال الدرس في النصف طوق أقوم بملئه بالعقيق. هذا العقيق هو من زجاج رقم 6 والمسمى بالسرعة. فبالنسبة للعقيق يختلف، هناك العقيق من الزجاج وكذلك إلى العقيق من البلاستيك. فهذه الجلابة وفي نفس اللباس أيضا قطان. لدينا العقيق الزجاج، ومن أحسن العقيق الذي تستعمله وتختاره السيدات اللباسات اللذات تقمن بخياطة ما يناسبهن. أول شيء أقوم به اختيار إبرة رقيقة ثم أملأها بالخيط على واحد. بعدها أقوم بعمل الدرس في النصف طوق، الدرس الذي أقوم به بالقطان الصقلي لهذه الجلابة وقطان. فبالنسبة لهذا اللباس الذي له عطفة يسمى بالجلابة وقطان. فهذا الاسم الذي يسمى بالجلابة وقطان، جلابة لها عطفة والقطان له صفيفة وممتلئة بالعقيق أو غير العقيق، أو له صفيفة بالحرير في الهبطة والعطفة وفي الكمام، كذلك إلى القول والجياب والفتحة سواء في الجناب أو الوسط. بهذه الخياطة يسمى هذا اللباس بالقطان. وأما إذا كان اللباس له القب والجياب والعطفة تمت خياطتهما باليد أو الماكينة بدون ملئها بالصفيفة فهذا يسمى بالجناب. فبالنسبة لهذه الأعمال التي أقوم في هذه الحلقة، لصق القطان وعمل به الدرس في النصف طوق والقول، أعمل بهذا القطان لعيون التصليل فكل عين تتابعها أخرى حتى انتهاء النصف طوق، كذلك إلى القول لوضع الدرس في النصف طوق. قياس طرف الفتحة في الكول وحساب 4 سنتيمترات، فحساب هذا القياس 4 سنتيمترات لفتحة الكول، والمقصود باسم الفتحة هي فتحة الوسط أو الفتحتين في الجناب. فهذا القياس الذي قمت بقياسه بحسابه 4 سنتيمترات فهو في الكول، يعني بداية عمل الدرس. إذا المشاهدين الأعزاء، كما سبق لي أن شرحت لكم في الفيديوهات السابقة، فكل درس أقوم بعمله أول شيء أضع عين، فكل عين أضرب فيها 3 ضربات، ضربتين في العين والضربة الثالثة أو الأخيرة في القطان. إذا الضربة الأولى في العين أي الضربة الأولى والثانية في العين أو أقول في الدرس، والثالثة التي أمتن فيها في العين أمتن بها العين
في القطار، وأستمر في ضربات بالإبرة والخيط في الدرس حتى إكمال هذا الدرس. إذا عين تابع عين حتى إكمال النصف توك. إذا المشاهدين الكرام، كما ترون معي درس متصل بعين تابع عين. إذا المشاهدين الكرام، كما ترون معي درس متصل بعين تابع عين. إذا هذا العمل هو حلقتنا هذا اليوم، خياطة وتصفية الجلابة والكفتان بالدرس الممتلئ بالعقيق صرع. إلى هنا مشاهدين أفاضل، أترككم مع موسيقى فتابعوني إلى نهاية الفيديو، وأشكركم على تتبعكم. Jack it up. Jack it up.
قريبا أنتهي الدرس لهذه الجلابة وكفتان كما شاهدتم عين تابع عين يعني العيون متصلين في النستوك وكذلك إلى الكول فبعد إكمال العمل الفينسيو أريكم كيفية العمل بدقيق من طرف الأسفل النستوك أي الطرف الأعلى إلى الفتحة 4 سنتيمترات فبعد انتهاء الدرس أقوم بجذبها قليلا من التكماش وكذلك لبيان الدرس على أحسن خدمة في الفيديو القادم إن شاء الله. أيها الأحبة بالله أريكم كيفية تنبات أو لصق العقيق في الدرس الذي قمت بإنجازه في النستوك والكول. إذا مشاهدين الكرام وصلت إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء.